لافتة الملك بيليه أصبحت خارج ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو تكريما للراحل الأسطورة إديسون أرتينيس دو ناسيمينتو المعروف ببيليه نقطة اهتمام جديدة للزوار المحليين والدوليين. وتوفي الأسطورة بيليه عن عمر ناهز 82 عاما في 29 ديسمبر الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان أسطورة البرازيل يحمل أرقاما قياسية في عالم الساحرة المستديرة، بعضها ما زال صامدا للآن، حيث ساعد بيليه منتخب البرازيل في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال المكسيك عام 70-900 لتكون بذلك نهاية سعيدة لمسيرة بيليه في بطولات كأس العالم. كما لعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة، فيما كانت مباراة الاعتزال مع راقص السامبا في 18 يوليو عام 71-900. وأنهى بيليه مسيرته الكروية مع نيويورك كوزموس عام 77-900، حيث جرت المباراة النهائية في استاد ملعب جاينتس الحريق في الأول من أكتوبر.